الداخل. ليلى، يعني تفاصيل عن البيان الختامي لمفاوضات أستانا. نعم أمينة، إذا أعمال الجولة العشرين من مفاوضات أستانا حول سوريا انتهت، وحتى الآن بقيت تساؤلات هنا في أوساط الحاضرين في مصير هذا المسار. البيان الختامي، في البيان الختامي يأتي أن هذا المسار سيستمر، وأن الجولة 21 ستنعقد في النصف الثاني من العام الجاري. ويذكر في البيان الختامي أن هذه الجولة قد تنعقد في مدينة أستانا، ولكن في نفس الوقت فإن الجانب الكازاخي اقترح إدراج التعديل في نص البيان الختامي، والمقترح هو إنهاء أعمال مسار أستانا، ولكن يعني هذا التعديل لم يحصل الإجماع عليه من قبل المشاركين، وبالأحرى من قبل الوفود الرئيسية المشاركة في هذا المسار، وهي وفود الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران ووفدي النظام السوري والمعارضة السورية. ولكن نظرا لهذا المقترح الصادر عن الخارجية الكازاخية، فإن الجانب الروسي صرح على لسان نائب على لسان المبعوث الروسي الخاص إلى الشأن السوري ألكسندر لافرينتيف، الجانب الروسي قرر أنه طبعا سواء مع النظراء في هذا المسار، مع الوفد الإيراني والوفد التركي، ضرورة البحث عن منصة أخرى أو عن ساحة أخرى لإجراء مسار أستانا، لكن التأكيد واضح على أن هذا المسار سيستمر. لافرينتيف قال إن العمل طويل أمام الدول الضامنة، وإن يعني هذا المسار سيستمر، ربما ليس لجولة أو يعني لجولات قادمة قد تكون عديدة. طبعا هذه الجولة كانت كما يقول بعض المراقبين هي عقدت تحت شعار المحاولة أو محاولات إتمام التطبيع بين النظام السوري وبين السلطات التركية وبين الدول العربية بشكل عام. بخصوص هذه النقطة تحديدا، يعني مسار التقارب التركي مع نظام الأسد، ما جديده بعد هذه الاجتماعات التي دارت على مدار يومين؟ بالإشارة كذلك إلى تصريحات المبعوث الروسي لروسيا في هذه الاجتماعات إلى سوريا. عفوا. نعم، المبعوث الروسي في كلمته الآن أمام الصحافة قال إن ما العمل الذي جرى على هامش الجولة العشرين لمسار أستانا، وهو الاجتماع الرباعي على مستوى نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران والنظام السوري، هو كان عبارة عن تبادل وجهات النظر حول مشروع خارطة الطريق الخاصة بالتطبيع بين النظام السوري وبين تركيا، ولكنه قال إنه لا يستطيع أن يكشف تفاصيل أخرى حول ذلك، فإن العمل يأتي لإدراج تعديلات ولي يعني العمل على صيغة هذه الوثيقة خارطة الطريق، ولكنه صرح بأنه من المبكر الحديث عن تحديد موعد الاجتماع الثلاثي على مستوى رؤساء روسيا وتركيا والنظام السوري، لكن لأن العمل يتطلب مزيدا من الاجتماعات ومزيد من المشاورات حول هذا الموضوع، لكن طبعا أهمية هذه الأجندة بالنسبة للدول الضامنة وخاصة بالنسبة لروسيا هو واضح من التصريحات المتكررة حول هذا الموضوع، وكذلك تم إدراج هذا الموضوع كبند من بنود البيان الختامي، حيث تم يعني يذكر في هذا البند التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتطبيع العلاقات بين النظام السوري وبين الجانب التركي. وفي نفس الوقت يقول لافرينتيف ان يعني هذا الامر دون اتمام هذا الامر وليس فقط المصالحه بين النظام السوري بل مع الدول المجاوره، وايضا يعني استئناف عضويه سوريا في الجامعه العربيه واعاده بناء العلاقات الاقتصاديه بين النظام السوري ودول عربيه اخرى
أخرى، وأيضا ضرورة رفع العقوبات الأحادية الجانب عن النظام السوري. كل هذه الخطوات هي ضرورية ليتم التنقل أو التحول إلى الطريق المؤدي إلى المصالحة السورية وهو يعتبر أن دون عودة النظام السوري للجامعة العربية وللمجتمع الدولي لن يكون هناك أي تقدم، لن يحصل أي تقدم في مسير التسوية السياسية في سوريا. وهو في نفس الوقت يعترف بأن تقدما سياسيا لم يحصل حتى الآن، وقال إنه لا نتائج ملموسة لأعمال اللجنة الدستورية، لكنه صرح بأن هذه الجولة القادمة من أعمال اللجنة الدستورية من المفروض أن تنعقد خلال الشهرين القادمين. نعم، نكتفي بهذا القدر. شكرا لك، كنت معنا مباشرة من السنة مراسلة التلفزيون ليلى كف الغزالة.